الدكتور ده بصراحة اللي علّى نسبة الفقر. الهواء هنا لا يتوقف بتراب، شوف كل المساحة دي، أول صف كل متر وتاني صف كل مترين، في جزء برضه في الخلف هنا خالص صورته قبل كده، كل اللي ده ما نجيش منه ولا شتمة. شوف اللي نجت ازاي، لأن احنا خادمين وحاطين أسمدة وعاملين خطين مياه ونقطات كتير، مياه ضعف اللي جوه، فاللي نجت بسم الله ما شاء الله حاجة محترمة جدا، لكن كل اللي يجي 50 واحدة اهو أكتر، الحتة دي يعني يتقالي 50 60 واحدة، نيجي 2 3 اهو، وبعد كده اهو كل ده فاضي، كل ده فاضي. هو ده اللي كبر نسبة الفاقد، تراب تراب تراب، الردم 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 والتراب بشكل فظيع بشكل فظيع.